أهلا بكم مشاهدينا ولقاء جديد في برنامج من القاهرة الذي يرصد أبرز القضايا والموضوعات محليا وعربيا وعالميا. في حلقة اليوم مجموعة من العناوين الرئيسية اللي هنستعرضها معنا. البداية هتكون من خلال واشنطن بوست التي أعلنت أنها لن تؤيد أي مرشح في عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إعلان غزة من أعلى مناطق العالم في الإعاقة بسبب الحرب وجهود التهيئات والجمعيات الصحية لدعم أهالي غزة. نتابع أيضا نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لا تريد حزب الله أو حماس على حدودها، وأهداف المشروع السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي. نبدأ معكم بعد الفاصل. أفاد مصدر مطلع بأن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع. وأوضح مصدر أمني مسؤول أن حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار، وأشار إلى انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي، مضيفا أن فتح وحماس أبدتا المزيد من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة. وأكد المصدر أن مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي، وأن هناك دعما دوليا للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كذلك أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية نوعية، كما شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بالمخيم الجوية جنوب تل أبيب، فضلا عن قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية قرب تل أبيب. وأعلن الحزب استهداف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل بمسيرتين انقضاضيتين، ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه سلطات الاحتلال أن من لا يقل عن 19 شخصا أصيبوا جراء قصف حزب الله وسط إسرائيل، بينما قال جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 3 طائرات بدون طيار و115 صاروخا صباح اليوم، مما تسبب في تضرر مصنع بشمال نهاريا بشمال إسرائيل. نفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أي صلة لها بعملية إنزال بحري لقوة عسكرية على شاطئ الباترون في لبنان واختطاف مواطن لبناني، يأتي ذلك بينما أعلنت البحرية الإسرائيلية أنها اعتقلت عماد أمهز في عملية عسكرية خاصة بشمال لبنان. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أعلنت في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية تحقق في حادثة وقعت في منطقة الباترون، حيث قامت قوة عسكرية لم تعرف هويتها بتنفيذ عملية إنزال بحري على شاطئ الباترون، واختطفت لبنانيا كان موجودا في شاليه قريب من الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها ستنشر قدرات عسكرية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة دفاعا عن إسرائيل وتحذيرا لإيران. وأوضح البنتاغون في بيان له أن هذه القدرات العسكرية الجديدة تشمل وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفة قنابل بي 52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية. أكدت السلطات الصحية في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هجماته الشرسة على المنظومة الصحية في جميع محافظات قطاع غزة، وأعلنت السلطات الصحية خروج 27 مستشفى عن العمل، ولم يبقى سوى 4 مستشفيات تعمل في ظروف سيئة وصعبة. كما اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 350 من العاملين بالكادر الصحي، إلى جانب سقوط أكثر من 110 من الشهداء من الطواقم الطبية، حتى أصبحت أعداد الكادر الطبي محدودة ولا تستطيع الوصول لشمال غزة. كما أن الاحتلال أخرج منظومة الدفاع المدني عن الخدمة الصحية وأحرق السيارة الوحيدة في الشمال. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بدء المرحلة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة والتي تستمر حتى بعد غد. قالت اليونيسف أن الاتفاق في الجولة الأولى كان الانتقال في آخر مراحل التطعيم إلى مدينة غزة وشمال غزة، لكن تم تقليص مساحة التطعيم وأصبحت في مدينة غزة فقط، لافتة إلى أن هناك حوالي 70,000 طفل يتواجدون في الشمال بين بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون لن يتم تقديم التطعيم لهم رغم محاولات الوصول إلى جميع الأطفال في مناطق الإيواء. وإلى ملف الانتخابات الأمريكية، حيث تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بدعم الطبقة المتوسطة، وقالت أنها ستعمل على خفض التكاليف المعيشية على الأمريكيين. وأشارت هاريس إلى أن الكثير من العلماء وبينهم من حاز على جوائز نوبل يدعمون خططها الاقتصادية عن خطط منافسها الجمهوري دونالد ترامب. يذكر أن هاريس وترامب المرشحان للرئاسة الأمريكية توجها إلى ولاية نورث كارولاينا اليوم لمحاولة الفوز بدعم الولاية المتأرجحة قبل يومين فقط من الانتخابات التي ستجرى الثلاثاء المقبل. هذا وأثارت ادعاءات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مخاوف من أنه قد يحاول مجددا قلب نتائج الانتخابات، إذ قدم أداء سيئا أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وتظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين الرئيس السابق ترامب ونائبة الرئيس هاريس في السباق إلى الكونغرس المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل. دون هوادة أو استكانة، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لانتخابات رئاسية مثيرة للجدل، حيث تشهد الحملة الانتخابية الأمريكية تطورات غير مسبوقة وتبقى نتيجتها غير محسومة وسط ترقب عالمي. في غضون ذلك، تخوض نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة كامالا هاريس نشاطا كبيرا في الأيام الأخيرة قبل انطلاق التصويت، حيث من المقرر أن تزور الولايات الرئيسية التي قد تحسم نتيجة الاقتراع في غضون أيام، مع لقاءات انتخابية في جورجيا وكارولينا الشمالية وميتشيغان، محاولة إقناع آخر الناخبين المترددين بأنها الترياق في مواجهة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. في المقابل، يواصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب محاولاته المستميتة في رسم صورة قاتمة عن الوضع في الولايات المتحدة التي يقول إنها محتلة من جانب ملايين المهاجرين بطريقة غير نظامية ويعتبرهم مجرمين ويعد بطردهم. كما يتوقع ترامب مرحلة كساد كالتي سجلت عام 1929 في حال فوز منافسته الديمقراطية. وفي بلد يشهد شرخا سياسيا لا يبدو أن أيا من المرشحين قادر على التميز عن الآخر، وتعتمد هاريس وترامب تصعيدا كلاميا يزداد حدة، فيما يسعيان إلى انتزاع عشرات آلاف الأصوات في بنسلفانيا وميتشيغان وأريزونا. سباق غير مسبوق تشهده حملة الانتخابات الأمريكية يجاهد خلاله المرشحان لاستقطاب جميع الفئات وسط أجواء متوترة يعتمد فيها ترامب المدان في قضايا جنائية ومدنية خطابا شعبويا يزداد تسلطا أمام مرشحة لا يستهان بها ستصبح في حال فوزها أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة. على مدار العقود الأربعة الماضية دأبت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على دعم مرشحين في الانتخابات الخاصة بالرئاسة الأمريكية وجميعهم من الديمقراطيين، إلا أن هذه المرة أعلنت الصحيفة أنها لن تدعم لا الديمقراطية كامالا هاريس ولا الجمهوري دونالد ترامب المرشحين الرئيسيين للرئاسة، وقررت البقاء على الحياد في واحدة من أكثر الانتخابات استقطابا في تاريخ الولايات المتحدة. في سياق التقرير التالي المزيد من التفاصيل. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أعلنت أنها لن تدعم لا الديمقراطية كامالا هاريس ولا الجمهوري دونالد ترامب المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للصحيفة ويليام لويس إن هذا يمثل عودة إلى جذور الصحيفة بعدم تأييد المرشحين الرئاسيين. وطوال العقود الأربعة الماضية دأبت هيئة تحرير الصحيفة على دعم مرشحين وجميعهم من الديمقراطيين قبل أن تقرر الآن البقاء على الحياد في إحدى أكثر الانتخابات استقطاباً في تاريخ الولايات المتحدة، ورغم فقدان الصحف التأثير الذي كانت تحظى به في السابق، فإن واشنطن بوست التي تتخذ من الديمقراطية تموت في الظلام شعاراً لا تزال تحتفظ بتأثير ملحوظ بين النخبة في العاصمة الأمريكية. ويأتي قرار واشنطن بوست في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إحدى الصحف الأمريكية الكبرى المتبقية. الملاحظ وفقاً للرصد أن الصحافة والقنوات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتف بنقل الأخبار فحسب، بل قدمت منصات للنقاش والتحليل، مما ساعد الجمهور على فهم المعطيات بشكل أعمق. في الأخير يمكن القول إن الصحافة المحلية والقنوات التلفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تلعب دوراً حيوياً في دعم الديمقراطية الأمريكية من خلال تقديم معلومات موثوقة حول القضايا والمرشحين، وأنه رغم انتشار الشائعات في العصر الرقمي يظل الإعلام المحلي مصدراً لا غنى عنه للأخبار والمعلومات السياسية من خلال تقديم منظور محلي للقضايا الوطنية. بالتالي يساعد الإعلام المحلي في تعزيز المشاركة السياسية وضمان عملية انتخابية أكثر شفافية ونزاهة. يعني تعتبر هذه الصحيفة تحديدا واشنطن بوست وأيضا لوس أنجلوس تايمز التي اتخذتها هذا الموقف من أوسع الصحف انتشارا في الولايات المتحدة وأكثرها تأثير في الجانب الإعلامي، ويعني خسرت كل منهما عدد كبير من اشتراكاتها بناء على هذا القرار الفريد من نوعه في هذه الانتخابات. ترى ما خلفيات هذا القرار، ولماذا اتخذت اثنان من كبريات الصحف الأمريكية هذا الموقف؟ للمزيد ينضم إلينا من نيويورك صفي الدين دياب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد صفي. أهلا بك. من المعروف أن هناك دوما أجندات للإعلام الأمريكي هو وغيره من الإعلام. الغريب هذه المرة أن تنسحب صحيفتان كبيرتان من السباق في دعم أحد المرشحين بشكل واضح، ووراءهما كتل اقتصادية كبيرة دوما لها مصالحها. هذا الأمر يدفع إلى التساؤل حول طبيعة الموقف الذي اتخذته كل من الواشنطن بوست واللوس أنجلوس تايمز. ليست الواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز فقط هما اللتان قد أعلنتا أنهما لن يعلن تأييدهما لمرشح بعينه، بل هناك الهرم الأكبر وهو نيويورك تايمز موجود أيضا، هي الأخرى أعلنت هذا. نيويورك تايمز قد انضمت إلى القافلة، وليست نيويورك تايمز فقط بل هناك عشرات المؤسسات الإعلامية والصحفية أيضا بدأت تعلن موقفها بأنها لن تؤيد مرشح بعينه. لماذا؟ بالطبع تعلمين السباق الرئاسي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام سباق محموم بيهدد أمور كثيرة جدا بالنسبة لهذه المؤسسات. إذا أعلنت أنها ستؤيد المرشح الديمقراطي ستخسر المشتركين من الجانب الجمهوري، وإذا أعلنت تأييدها للجمهوريين ستخسر المشتركين من الجانب الديمقراطي. فهنا هي عملية حرص على الاشتراكات من ناحية، من الناحية الثانية الخوف من الغد. الغد هنا محسوب المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث التهديدات، من حيث استهداف المؤيدين لهذا الجانب أو ذاك، وهذه إشكالية كبيرة برزت على الساحة الأمريكية حديثا في هذه الانتخابات بالذات، وهي الخوف من نتائج الانتخابات. في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل لا نخشى نتائج الانتخابات أيا كانت، من سينجح ليس مهما، بل المهم هو ممارسة الديمقراطية واختيار المرشح الذي تريده الأغلبية. لكن بعد انتخابات 2020 وما حدث امام الكونغرس بالطبع اصبح هناك ظاهره جديده على الساحه، وهي ظاهره الخوف من العنف على خلفيه الانتخابات. هذه يعني أعتقد تعتبر واحدة من العوامل المهمة التي تخيف المؤسسات الإعلامية. ثانيا، إذا نظرنا إلى موقف واشنطن بوست، تعلمين أن واشنطن بوست، مالك واشنطن بوست هو مالك أمازون. يعني نعم، جيف بيزوس. نعم، أنت تهددين مستقبل أمازون داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هتكون أمازون مستهدفة من أعمال عنف في حال إذا أعلنت واشنطن تايمز أو واشنطن بوست عفوا موقفها، فلا بد أنها تستهدف. مصالح أمازون ستستهدف، لكنهم خسروا أيضا سيد صفي آلاف الاشتراكات حتى الآن، 200 ألف اشتراك لكل صحيفة من الصحيفتين. أعتقد هذه حملة منظمة من قبل الديمقراطيين، لأنهم الديمقراطيين هم المتضررين الآن من هذا القرار. واشنطن بوست بتعلن دائما موقفها مع الديمقراطيين، وهي طول عمرها بتساند الديمقراطيين، ولكن هي هذه المساندة أنا من وجهة نظري بعتبرها خرق للعرف الأمريكي من استقلالية المؤسسات الصحفية. المؤسسات الصحفية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية من المعروف أنها لابد أن تكون مستقلة عن الناحية السياسية. كل صحيفة بيكون فيها الكتاب الخاصين بها، كل واحد يستطيع أن يعبر عن رأيه سواء كان مع اليمين أم مع اليسار، مع الديمقراطيين أو مع الجمهوريين، ولكن أن تلتزم مؤسسة بإعلان تأييدها لسين أو صاد من الناس أعتقد أنه بيعتبر مخالفة للعرف الإعلامي الأمريكي. لكن هناك أسماء كبيرة في عالم الاقتصاد الأمريكي الآن أعلنت وقوفها إلى جانب ترامب على سبيل المثال، ومنهم إيلون ماسك بكل مؤسسته الكبيرة وروبرت ميرداخ. هذه هي النتيجة، يا فندم. حينما يعلن جانب لابد أن يكون في الجانب الآخر إعلان، وهذا يزيد ويعمق الخلاف داخل المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي هو الآن مهدد بسبب هذه الانتخابات. الانتخابات هنا كما تلاحظين بتخرج بعض الاستطلاعات، استطلاعات الرأي تخرج أحيانا بتقول أن هاريس متقدمة، ولكن حينما تسيرين في الشارع بتقرأين الشارع مختلف تماما. يعني أنا يمكن النهارده بشوف الشارع النهارده ما فيش واحد يقابلك إلا لما كله تلاقيه بيرفع أو بيدي إشارة إن ترامب الفائز. يعني بلا مبالغة، يعني لو قابلت 100 بقى مثلا 90 منهم يقولوا ترامب و10 بيقولوا هاريس. يعني وعلى 10 الذين يقولون هاريس ليسوا من الرجال بالمناسبة، جماعة من النساء. يعني هذه يعني دلوقتي أصبحت ظاهرة هنا في الشارع. إذا الشارع الأمريكي، نعم الشارع الأمريكي في حالة اهتمام بالانتخابات الأمريكية. اهتمام بالتأكيد. طيب لماذا تشيع مؤسسات الأبحاث الأمريكية، ونحن نتحدث عن أبحاث قادمة من أبسوس ورويترز، أن الناخب الأمريكي فقد شهيته للانتخابات الأمريكية هذه المرة؟ هذه أمور وأبحاث واستطلاعات مسيسة بتحاول يعني إعطاء صبغة معينة. لا أدري ما الهدف من هذه الصبغة، ولكن الشارع الأمريكي مهتم اهتمام كبير جدا بالانتخابات، وكله مترقب نتيجة الانتخابات، والكل اللي بيقابلك في الشارع سواء تعرفيه أو ما تعرفيش يحط لك إيده على جيبه ويقول له خلاص، بيعمل لك كده يعني يقول لك يعني ترامب جاي خلاص، يعني في فلوس جاية استعد. الناس كلها بتعمل حاجات بتوحي بأن هناك فرق قادم بعد أن عانوا مرحلة الديمقراطية من حملة اقتصادية طاحنة في الشارع الأمريكي. أثرها كانت واضحة على الجميع، وحتى اليوم ما زالت أثرها موجودة، وأعتقد هذا يعني شيء يقول أن الاستطلاعات يعني أنا مش عارف أقول عليها إيه صراحة. الاستطلاعات أنا شايفها لا تعكس الواقع على الإطلاق. الاستطلاعات كل شيء، والواقع الذي أراه بعيني على الأرض شيء. أشكرك سيد صفي الدين دياب الكاتب والمحلل السياسي على حديثك معنا، كنت منضما إلينا من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. عودة للأخبار مشاهدينا، حيث شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاحتفالية التي أقامتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة باليوبيل الذهبي للاحتفاء بخريجيها للدفعات بين عامي 1969 و 1973. وشهدت الاحتفالية حضورا واسع النطاق شمل عددا من كبار المسؤولين السابقين من المكرمين ضمن خريجي كلية للدفعات بين العامين المذكورين والذين يتمتعون بالريادة في العديد من المجالات. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة، خاصة المشروعات التي يتم تنفيذها بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية التي قام بها رئيس الوزراء لعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية بمحافظة القاهرة. في سياق التقرير التالي المزيد من التفاصيل. جولة تفقدية لعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استهلها بتفقد مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بمحافظة القاهرة. أكد مدبولي خلالها أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جاء تنفيذ المشروع بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق خدمية تؤدي خدمات متكاملة للمواطنين. كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع المقام على مساحة 62 فدانا، وأن المرحلة الأولى من المشروع تحتوي على مجمع للورش الحرفية ومباني خدمية وغيرها. أما المرحلة الثانية من المشروع فتتكون من عمارات سكنية للمرأة المعيلة ومركز شباب ومنشآت حكومية ومباني خدمية. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع الواحة فيو بمدينة نصر، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي جميع احتياجات المواطنين وتتناسب مع مختلف شرائح الدخل للارتقاء بجودة ونوعية الحياة للمواطنين. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المشروع المقام على مساحة 40 فدانا، والذي يتكون من 54 عمارة سكنية و76 محلا تجاريا ومساحات خضراء وأماكن انتظار السيارات وغيرها من الأماكن الخدمية. كما تفقد رئيس الوزراء عدد من نماذج الوحدات السكنية وأعمال التشطيبات للوحدات السكنية، وأشاد بجودة وكفاءة التنفيذ. أحمد أبو الحسن، النيل للأخبار. مشاهدينا، هننتقل في الوقت القادم إلى الجزء الحواري من القاهرة، واللي هيدور حول جرائم جيش الاحتلال، حيث سيشهد التاريخ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أفظع الجرائم ضد الإنسانية في غزة، لا يمكن أن يمحوها الزمان ولا أن تغفرها الأيام مهما مرت السنون. سيظل تاريخ أسود تشهد عليه كل الأجزاء في غزة. فطبقا للتقارير القادمة من مركز التأهيل في غزة أن الإعاقات التي سببتها الحرب تجاوزت 10,000 حالة إعاقة، نصفها من الأطفال. اسمحوا لنا أن نبدأ الحوار بعد هذا التقرير. بعد مرور ما يزيد عن عام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المكلوم، أوضح الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن 3 من بين كل 25 فلسطينياً يعانون من نوع أو أكثر من الصعوبات الحركية والوظيفية، مما يحول دون تحقيق إمكاناتهم الكاملة ويؤثر على مستقبلهم. وكان الجهاز المركزي قد توقع قبل فترة وجيزة تسجيل أكثر من 12,000 إعاقة جديدة جراء تواصل العدوان على القطاع، ليضاف على العدد الإجمالي للإعاقات في غزة والذي كان يقدر قبل 7 أكتوبر 2023 بحوالي 58,000 شخص. وبحسب الأطباء في القطاع فإن نوعية الأسلحة المستخدمة من جيش الاحتلال في الحرب الأخيرة على غزة، بالإضافة إلى تعمد استهداف المستشفيات ومنع دخول الأدوية والعلاجات اللازمة، كلها دلائل على تعمد الاحتلال إحداث إصابات تتسبب في إعاقات دائمة أو مؤقتة. تقرير الجهاز الفلسطيني كشف عن أنه 47% من الإعاقات كانت حركية، كما أن الأسباب المرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية والحروب كانت السبب في إحداث إعاقة واحدة على الأقل لحوالي 8% من الأفراد في القطاع، إضافة إلى أن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة والأدوية والعلاج الطبي والتأهيلي. وفيما يتعلق بالنزوح، فإن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة التي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، مما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية واستخدام الحمامات وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية.